في اطار تفاعل مباشر، اسامه ملولي يسال يحب يعرف برنامج الوزاره بالنسبه لرياضيين النخبه، وحب يعرف وين وصل الملف مستحقات اسامه الملولي. ابارامون فما مشكل صغير بين اسامه ووزاره شؤون الشباب والرياضه. لا ما فماش مشكل، اسامه الكونترا اوبجيكتيف نتاعو حاضر، وكانت عنده يعني اشيونس اللي مالوغوزمون الى غاتي خاطر تعرض لاصابه. نعرفوا احنا البرامج التنفيذيه كي تتحط لاهداف، واذا كان ما يتحققش الهدف اوتوماتيكمون يعني اللي البرنامج يتوقف، ونعاودوا نراجعوه جدي بيان كي نقول نراجعوا شنو الحاجات اللي هو صرفها باش نعملوا رومبورسمون نتاعها، والحاجات اذا كان انت يعني ما كنتش موجود في التظاهره هذه معناها راه ما فماش هيبرجمون، راه ما فماش ديبلاسمون اي تو سا. دونك هذا يلزم ان دوفي ديتايي، خاطر ما نجموش نصبوا ترونش الكل على حاجه ما تخدمتش. دونك اسامه لكن عندي لقاء يعني معاه ومع حتى يعني المانجر السيده الوالده نتاعو، لانها المانجر اوفيسيال زاد هذه ديما نسمع علاش الوالده معاه، راهي الوالده مانجر اوفيسيال نتاع اسامه، مانجر اوفيسيال كيف ما عدت كيف يعني رياضيين اخرين اللي عندهم بالقانون الوالده معناتها لو بارون معناتها يكون. دونك مش اسامه برك، احنا عندنا زاده مروه تعرضت لاصابه زاده قبل يعني ما تشارك في تظاهره، حبيبه غريبي كيف احنا حتى على مستوى المرصد الوطني للرياضه مع الاداره العامه للرياضه اللي كانت عندنا اجتماع وقلت لهم لابد من مراجعه وبيا يعني السيستم دو نوتريسيون تاعهم، لانه اليوم كنشوفوا 3 اتليت يتعرضوا للاصابه سكوليا كلك شوز كي كلوش في البروغرام تاعهم.